السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أقدم لحضرتكم كتاب لطائف الغمامة في وصية أمامة، المقصود أمامة بنت الحارث، للمقبلين والمقبلات على الزواج، تأليف المهندس محمد إيهاب صلاح الأزهري. وهذا الكتيب يناسب الأسرة المسيحية، هو كتيب صغير مقاس 12×17، يعني في حجم كف اليد. في دقائق معدودات إن شاء الله هنستعرض مع بعض الكتاب بسرعة. من يريد نسخة من الكتاب ما عليه إلا أنه يرسل لي الإيميل بتاعه، ابعت لي الإيميل بتاعك إن شاء الله تصلك نسخة مجانية من الكتاب. الطبعة الأولى حقوقها محفوظة بالكامل لدار الصفوة بالقاهرة، أما الطبعة الثانية فهي مزيدة ومنقحة، هنستعرضها مع بعض في عجالة سريعة. الفكرة إن نسب الطلاق في ازدياد مستمر، بلغت في مصر حوالي 44%، وهي في ازدياد مستمر، بلغت في ماليزيا 30%، ولكن نتيجة الدراسات الناجحة انخفضت هذه النسبة في ماليزيا إلى 8%. طبعا تأثير الطلاق مدمر على الأسرة وبالتالي على المجتمع. أهم هدف لإبليس أنه يفرق ما بين المرء وزوجه، وأعظم الشياطين منزلة عند إبليس هو الذي ينجح في تدمير أسرة. لما نقول أن نسب الطلاق وصلت في مصر 44%، ده معناه أن الشيطان نجح في مسعاه. عشان كده عملت هذا الكتيب الصغير، كتاب في حجم الجيب، وصية أمامة بنت الحارث، كلنا درسناها في المرحلة الثانوية، وهي وصية امرأة لابنتها في ليلة زفافها. حضراتكم هتقروا في هذا الكتاب بطريقة شديدة التركيز وبدون إسهاب وإطالة شرح وصية أمامة بنت الحارث، وفي أثناء هذا الشرح سنمر على بعض العناوين الهامة، مثل درجة الرجل. المشكلة الكبيرة إن للزوج درجة الزوجة لا تعترف بها. هنتكلم عن درجة الرجل، ونجاوب على سؤال ماذا قد يفعل الزوج إن لم يجد درجته، وهنجاوب على السؤال من الذي يبدأ، الزوج أم الزوجة، وهنجاوب على سؤال الزوجة ماذا إن لم يصبح لي عبدا. طيب زوجة بتقول زوجي لم تصلح معه وصية أمامة بالكلية، أعمل إيه؟ معادلات الاختيار في الإسلام. أولا كيف تختارين زوجك؟ هي بتسأل ماذا إن لم يتقدم لي إلا هذه الأصناف الرديئة من الرجال. سين ماذا عساها تفعل من تورطت في زيجة من هذه الزيجات. الحد الأدنى من الخصال التي يجب عليك رفض من لم تكن فيه، لماذا المتدين. ثانيا كيف تختار زوجتك؟ الجمال، المال، الحسب، الدين، التقارب بين الزوجين، التقارب في المستوى الاجتماعي، التقارب في المستوى المالي، التقارب في المستوى الثقافي، درجة الزوج وغريزة التملك. عشان بعض الرجالة بتزودها الحقيقة، بتبالغ في درجة الزوج، وده خطأ كبير. فبنشرح عناصر الجور عند الرجال: الهدي النبوي للزوج، التدليل والتودد، إتقان فن المشاركة، لماذا انعدمت المودة والرحمة بين الغالبية العظمى من الأزواج، 40% يتطلقون أو يطلقون والبقية يشاورون عقولهم، طفلان جميلان المودة والرحمة، ما معنى الرحمة، إدارة الغضب، ما الحل عند الغضب، ضبط ثورة الغضب، أوقات الغضب عند الزوج، أوقات الغضب عند الزوجة، النشوز، لغة التفاهم، طباع التقصير، طباع التكدير، كفران العشير، قصة اعتماد الأندلسية، قصة الخيزران زوجة الخليفة المهدي العباسي، أشهر مثالين في كفران العشير، وخطر كفران العشير على الزوجة، ممكن يدخلها جهنم، درجة الزوج وقضية تحرير المرأة، عمل المرأة وقوامة الرجل، الآراء في ذلك، ثلاثة آراء، حديث السجود للزوج،
والجدل الذي يقال في هذا الحديث، وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدى صحة الحديث وما المقصود بحديث السجود للزوج؟ وبنختم الكتيب بنصائح وأقوال مأثورة، وفي النهاية فهرس الموضوعات اللي احنا مررنا بيها. عدد صفحات الكتاب 110 صفحة، صغير يتحط في الجيب. أرسل لي إيميلك تصلك نسخة من الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.